بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيكم أعزائي الطلبة مرة ثانية في درس جديد لمادة الفيزياء 4 في 311 للصف الثالث ثانوي، اللي هو بيكون الفصل الثالث. درسنا اليوم بيكون دوائر التوازي الكهربائية. عزيزي الطالب انتبه معاي عدل عشان نحقق أهدافنا اليوم. أهدافنا بتكون أول شيء بنوصف دوائر التوازي الكهربائية، من ثم بنحسب كل من التيارات والمقاومة المكافئة في دوائر التوازي الكهربائية. بعدين بنوضح العلاقة بين القدرة المستنفذة وسطوع المصابيح الكهربائية. ركز معاي، بنروح إلى الهدف الأول. ننطلق عزيز الطالب للهدف الأول، واللي هو بنوصف دوائر التوازي الكهربائية. طبعا درسنا سابقا مفهوم دوائر، اللي هي مفهوم الدوائر التوالي الكهربائية، وقلنا أن التيار كان يمشي في الدائرة من دون ما يتفرع. نشوف اليوم في دوائر التوازي شنو معناتها. دائما تعلمنا أن اللي هي التيار ينطلق من اللي هو القطب الموجب للدائرة الكهربائية. عند مرور التيار، طبعا بسمي التيار اللي هو I، اللي هو التيار الكلي. عند مرور التيار بنقطة، إنزين هذه النقطة بتشوف فيها مقاومة، سوف يتفرع هذا التيار إلى I1 وإلى I2. إنزين بيواصل I2 بهالشكل، إنزين وبيواصل طبعا هاي كامل I2، والI1 بيواصل بهالشكل، أوكي، إلى ما يلتقون عند هذه النقطة. إيش بيصير فيه؟ بيصير عندي هني التيار اللي هو الكلي. فإذا لاحظ عزيز الطالب بأن التيار يتفرع ثم مع بعض يصيرون I1 وI2، بعدين بيصير عندي التيار الكلي اللي هو عبارة عن I. الآن عندي سؤال، ماذا يحدث لإضاءة المصباحين عند احتراق أحدهم؟ يعني مثلا لو أنا عندي دائرة وفيها كذا مصباح، وهاي المصباحين موصلين على طريقة التوازي، شلون عرفنا؟ لأن بيخرج التيار، زين، بيتفرع. الآن إذا انكسر واحد من المصباحين، أو إذا اللي هي صار اللي هو عند احتراق، إيش بيصير تتوقعون أعزائي الطلبة؟ فكروا، أخذوا دقيقة شوي وفكروا فيها. بالتأكيد عزيز الطالب لاحظ شوي، إيش قاعدين نشوف إحنا؟ قاعدين نشوف إن المصباح للحين قاعد مستمر في الإضاءة. يا ترى ليش؟ شو السبب؟ كل تأكيد بأن السبب أن المصباح الآخر سيبقى مضيئاً، لأن أنا عندي دائرة التوازي تحتوي على اللي هي تحتوي على المصابيح، بقيت فيها مغلقة هذه الدائرة، صح؟ اللي هو هني أنا عندي تيار، وهني أنا عندي تيار تفرعوا، لكن هذا التيار اللي هني اللي هي الدائرة هذه أصبحت مفتوحة، لكن للحين أنا عندي دائرة ثانية، وهاي الدائرة للحين مغلقة ومستمر التيار فيها. إنزين لازم دائما الفيزياء فيها ربط في حياتنا. ليش احنا قاعدين نستخدم الفيزياء؟ بالتاكيد في اسباب معينه. يقول لك عزيز الطالب بان التوصيل على التوازي يكون في التوصيلات المنزليه، يعني دائما التوصيلات المنزليه الموجوده في البيت دائما نستخدم فيها التوصيلات على التوازي، نفس ما قلنا، لان اذا اخترب مصباح واحد معناته شنو؟ المصابيح الاخرى ستبقى اللي هي تعمل. ايضا في اسلاك الزينه، زين صناعه اسلاك الزينه دائما يدخل فيها اللي هي نفس الشيء اللي هي التوصيل على التوازي، لان لو تعطل مصباح واحد بالتالي المصابيح الاخرى لن تتاثر. الان بنروح الى مفهوم دوائر التوازي الكهربائيه، وبناخذ بعض القوانين. لازم اول شيء نفهم عزيزي الطالب شنو معنات هذه القوانين عشان نقدر نطبق عليها بكل سهوله. بنروح بناخذ شو بيصير في هاي التيار، شو بيصير في الجهد، شو بيصير بعد في المقاومة المكافئة، وشون أقدر أحسبهم. طبعا نفس اللي خذيناه في دائرة التوالي. لاحظ عزيز الطالب في البداية بيصير إن أنا عندي هنا التيار يخرج من القطب الموجب وبسميه I. إنزين أول ما يشوف هاي المقاومة بيتفرع، إنزين فبيصير هنا I1 وبيصير هنا I2. معناته أنا من أشوف هالنقطة معناته أنا صار عندي دائرة توازي. معناته التيار الكلي هو عبارة عن مجموع التيارين الموجودين عندي، وإذا كان عندي أكثر من تيارين أو بثلاث مقاومات أربع مقاومات على حسب اللي هي التيارات اللي بتفرع عندك عزيز الطالب. فإذا
المجموع اللي هو الكلي للتيارات هو عبارة عن التيار اللي يخرج من الدائرة الكهربائية أو من البطارية. زين. الآن بنروح إلى اللي هو الجهد الكهربائي. لاحظ عزيزي الطالب بأن الجهد في كل مقاومة يساوي الجهد الأصلي. فهني الجهد حق اللي هي المصدر يساوي الجهد الموجود هني ويساوي الجهد الموجود عند هذه المقاومة وأيضا الموجود عند هذه المقاومة. إنزين. لاحظ عزيزي الطالب إذا ما أنا بحسب المقاومة المكافئة بناخذ مقلوب اللي هي من المقاومة المكافئة يساوي مقلوب المقاومة الأولى زائد مقلوب المقاومة الثانية. فلو كان عندي بعد مقاومات أخرى وأكثر فمقلوب المقاومة الثالثة مقلوب الرابعة وهكذا. زين اليوم بنشوف اللي هو شلون اللي هو بنطبق عليه هاي القوانين. هاي الدائرة بعد هاي شكل آخر لي اللي هي دائرة التوازي، نفس الشيء بيتفرع التيار بيروح إلى I1 وI2 وهكذا. بنروح بناخذ تدريب عزيز الطالب. شو يقول التدريب؟ استخدم الرسم التخطيطي المجاور للإجابة عن الأسئلة التالية. طبعا القوانين اللي خذيناها أكيد بنطبقها هني بكل بساطة. فعندي رسم، من خلال الرسم بستنتج من المعطيات. عزيز الطالب أخذ لك ورقة وقلم وآلة حاسبة وحاول أنك أنت تطبق معانا. ما مقدار السؤال يقول ما مقدار المقاومة المكافئة؟ فإذا أنا هني مطلوب عندي أني أحسب R total. زين الآن بنروح للمطلوب الأول. شو أنا موجود عندي في السؤال؟ زين عندي بطارية، هاي البطارية جهدها اللي هو 6 فولت، فإذا الجهد يساوي 6 فولت. عندي المقاومة الأولى، عندي مقاومة ثانية وأيضا مقاومة ثالثة. الآن شلون بحسب المقاومة المكافئة؟ بكل بساطة بحط القانون. القانون يقول إن أنا لما يكون عندي اللي هي دائرة توازي أتأكد إن أنا عندي دائرة توازي، أتأكد إن قاعد الجهد يصير في اللي هو التيار قاعد يصير فيه يتجزأ. بكل بساطة بحط القانون، فبقول له إن واحد على R total اللي هي المكافئة تساوي واحد على R 1 اللي هي المقاومة الأولى زائد واحد على R 2 المقاومة الثانية. لأن عندي اللي هي 3 مقاومات فبكتب بهالشكل، عندي 4 بزيد. تمام؟ بكل بساطة بعوض عزيزي الطالب بهالشكل، R1 اللي هي 3 أوم زائد اللي هي R2 اللي تساوي 12 أوم زائد R3 اللي تساوي 1 اللي هي على 4 أوم. عقب ما أطلع الأجوبة عزيزي الطالب، هل إني أنا أحط الجواب دايركت؟ بالتأكيد لا، لازم أطلع المقلوب. الجواب اللي بيطلع لي هني أحطه 1 على الجواب اللي بيطلع لي أو الأنسر اللي بيطلع لي، بيطلع لي الجواب اللي هي R اللي هي المقاومة هني R total تساوي 1.5، وما أنسى الوحدة اللي هي الأم. الآن المهمة لك يا عزيز الطالب، أنت لازم بتحل ذي السؤال وبتشوف لي الحل الصحيح حقه وأنت تقدر. شو يقول السؤال؟ ما مقدار التيار المار في الدائرة؟ يعني أنا أبي I total. زين بفكر شوي عزيزي الطالب، فكر عندك اللي هي 30 ثانية تفكر بأي قانون أني أنا لازم أستخدمه أو القانون الصحيح اللي لازم أستخدمه في حل هذا السؤال. بدون شك عزيز الطالب أنك أنت بتستخدم قانون أوم، لأن قانون أوم شو يقول؟ يربط لي العلاقة ما بين المقاومة ما بين الجهد وأيضا التيار. زين المطلوب عندي أني أنا أطلع التيار، فبحول القانون بكل بساطة إلى I تساوي V على R. زين بفكر شوي، أنا الـ V موجودة عندي هني عطاني إياها في السؤال، لكن أي مقاومة آخذ؟ هل آخذ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ إحنا قاعدين نطلع المقاومة المكافئة، فبكل تأكيد باخذ القيمة المقاومة اللي أنا طلعتها اللي هي R total. فبعوض تعويض مباشر، الجهد يساوي 6
المقاومة تساوي 1.5. بالنتيجة بتكون عندي الإجابة بكل تأكيد أن التيار الكلي يساوي 4، وما أنسى كتابة اللي هي الوحدة اللي هي الأمبير، فأربعة أمبير. الآن بنروح إلى الفرع الثالث من السؤال، ويطلب مني مقدار التيار في المقاوم 4 أوم. أروح أدور عزيزي الطالب، 4 أوم وين موجودة؟ كل تأكيد بتكون موجودة هالصوب. إنزين، 4 أوم اللي هي عبارة عن المقاومة 3. لما التيار بينطلق اللي هو من البطارية بيشوف له أجزاء معينة، بيوصل إلى هاي الجزء، هاي التيار الموجود اللي أنا أبي أطلعه اللي هو I3. فإذا المطلوب عندي في السؤال إني أنا أطلع I3. إنزين، هاي الشيء اللي أنا بطلعه. إنزين، بنشوف المعطيات بعد. قال لي إني في المقاوم 4، فإذا المقاوم 4 شنو رمزه؟ اللي هو 3. فهني المقاومة عندي بعد 4 أوم. إنزين، شنو باقي عندي أطلع من خلال قانون اللي هو قانون أوم؟ اللي هو بكل بساطة اللي هو الجهد. نفكر شوي عزيزي الطالب، شلون أنا ممكن من خلال اللي هي المعلومات اللي خدناها سابقا أني أنا أطلع مقدار الجهد؟ ركز شوي، عندك 30 ثانية تفكر فيهم عشان تقدر تحصل لنا جواب. أوكي عزيز الطالب، أكيد لأنك أنت تقدر فأكيد طلعت الإجابة الصحيحة. إحنا قلنا سابقاً بما أن أنا عندي دائرة كهربائية موصولة على التوازي، فمعناته الجهد اللي هني إذا كان 6 يساوي الجهد اللي هني ويساوي الجهد اللي هني، وإذن كم مقدار الجهد؟ بكل بساطة بيكون 6 فولت. الآن المطلوب عندي أني أطلع التيار الثالث، فإذا من خلال قانون أوم فبقول إن الجهد اللي هو يكون متساوي في كل الأفرع اللي هو الجهد على المقاومة، أي مقاومة، لكن أركز إني أنا ماخذ المقاومة الثالثة. فبكل بساطة الجهد عندي 6 والمقاومة عندي 4، فبتكون الإجابة بكل تأكيد عزيز الطالب، أتمنى أنها تكون طلعت عندكم، اللي هي 1.5 أمبير. بنروح إلى تمرين آخر عزيز الطالب، وهاي التمرين أنت بتبدي تطلع فيه المعطيات، فعندك عزيز الطالب مجال تقرأ السؤال لمدة 30 ثانية عشان تطلع المعطيات، ومن ثم بنحل السؤال بشكل مفصل مع بعض. والآن عزيزي الطالب بنستعرض إجاباتنا، وإن شاء الله تكون إجاباتكم مطابقة مع إجاباتنا النهائية. بما أن أنا عندي هنا مقاومة، هاي بنسميها R1 R2 R3، قال لي موصولة على التوازي، أقرأ السؤال عدل، عندي جهد إذن V، أحسب مقدار المقاومة المكافئة. فبكل بساطة بستخدم قانون اللي يقول R total أو R الكلية أو R المكافئة، 1/R المكافئة تساوي 1/ المقاومة الأولى اللي هي مقدارها 40، زائد 1/المقاومة الثانية اللي هي مقدارها 120، زائد 1/60 اللي هي المقاومة الثالثة. في النتيجة بيطلع لي الإجابة النهائية عقب ما أقلبهم، بيطلع لي 1/20. زين، عقب ما أقلبهم بيصير عندي الإجابة النهائية بتكون 20 أوم، وما أنسى كتابة الوحدة. بالنسبة للتيار الكهربائي في المار في الدائرة شو نطلعه؟ بكل بساطة من خلال قانون أوم، فاللي هي أنا أبي أطلع التيار، فالتيار الكلي يساوي الجهد على المقاومة المكافئة، فأختار المقاومة المكافئة، مو أروح أختار أي مقاومة من المقاومات، فبعوض هناك الجهد يساوي 12، وهي عطاني إياه في السؤال، الآر اللي هي تساوي 20، فبتصير الإجابة النهائية
اللي هي ان التيار الكلي او التيار المار في الدائره مقداره 0.6 امبير. وما انسى كتابه الوحده. بنروح عزيز الطالب الان الى هدفنا الاخير او اللي هو الثالث، بنشوف العلاقه ما بين القدره القدره المستنفذه والسطوع في دوائر التوالي والتوازي. ليش قلنا التوالي؟ لان القدره المستنفذه في دوائر التوازي وتختلف عن التوالي. فلازم اول شيء نذكركم شوي بدوائر التوالي ايش كنا نقول عنها، بعدين بنستنتج بالتدريج. قاعده مهمه قبل لا اللي هو تشوف العلاقه بين السطوع والقدره، لازم تعرف عزيز الطالب بان سطوع اي اضاءه زين او في اي مصباح كهربائي يتناسب طرديا مع القدره، لكن اي قدره المستنفذه فيه. تمام. وتقول العلاقه اللي هو اول شيء العلاقات اللي هي التوالي. دائما كنا ناخذ بان التيار في دائره التوالي يكون ماذا؟ يكون متساوي. الان القدره، فبستخدم علاقة القدرة اللي خذيناها في درس اللي هو استخدام الطاقة، اللي يقول إن القدرة المستنفذة اللي هي P تساوي I تربيع في R. هذا معناته بأن المقاومة ماذا؟ تكون كبيرة. ففي دائرة التوالي متى أقول إن الدائرة تكون عندي؟ إذا كانت المقاومة كبيرة بالتالي القدرة شو يصير فيها؟ تزداد تبعاً لهذه العلاقة. تمام؟ فإذا ازدادت القدرة، لأن قلنا القدرة إذا زاد السطوع اللي هو السطوع أو سخونة، إذا زادت اللي هي القدرة بالتالي بيزيد اللي هو السطوع. فالقدرة زادت بالتالي السطوع شو يكون فيه؟ كبير. بنروح إلى درسنا اللي هو التوازي. قلنا مساعة أن الجهد هو اللي يكون متساوي. هذا بناء على العلاقة اللي خذيناها سابقا، أن القدرة تساوي الجهد مربع على المقاومة. هاي معناته أن المقاومة إيش صار فيها؟ صغرت. فإذا المقاومة الصغيرة هي اللي تعطيني قدرة إيش فيها؟ كبيرة في دائرة مين؟ دائرة التوازي. بالتالي إذا كانت اللي هي مقاومة صغيرة وعندي دائرة توازي، القدرة بي إيش بيصير فيها؟ بتصير عالية. وبالتالي لقاعدتنا الأساسية اللي تقول أن التناسب طردي، فإذا زادت القدرة بيزداد اللي هو السطوع. أحياناً بيقول لك عزيز الطالب ممكن يقول لك سطوع، وأحياناً ممكن يقول سخونة. فركز عزيز الطالب على حسب نوعية الأسئلة. نروح بناخذ الحين تطبيق على هذه الموضوع. زين، في الشكل المقابل أجب عما يلي. عندنا دائرة كهربائية اللي هو مكونة من مقاومات، وهي المقاومات موصولة على التوازي. يقول السؤال أي المقاومات تكون أسخن؟ الآن الدائرة الموجودة أمامي بكل بساطة توازي. زين، فإذا توازي معناه تكون اللي هي مقدار المقاومة اللي تكون صغيرة هي اللي تكون أسخن، وهي اللي تكون عندها شنو؟ أكثر درجة حرارة. بالتالي لأن احنا خذنا العلاقة، العلاقة اللي تقول إن القدرة تساوي V تربيع على R، فالمقاومة الصغيرة مقاومة صغيرة معناته اللي هي السطوع أو اللي هي السخونة تكون أكبر. إذن الإجابة بتكون بالتفصيل بأن، عزيز الطالب انتبه معاي، الإجابة بتكون بكل بساطة بأن المقاومة الأقل اللي هي بتكون اللي هي 3 أوم هي اللي عندها اللي هي شنو؟ سخونة أكثر، تبعا للعلاقة اللي تقول إن B تساوي V تربيع على R. ليش؟ لأني أنا عندي دائرة توازي. بروح إلى الفرع الثاني من السؤال ويقول إذا تم توصيل المقاومات السابقة على التوالي، زين، فأيهما يكون الأسخن؟ زين، نربط اللي هو توالي. أي علاقة أنا أستخدم عزيز الطالب؟ العلاقة اللي تقول إن B تساوي القدرة تساوي I تربيع في R. الآن إذا تم توصيلها على التوالي يسألني أي واحدة أسخن، معناته المقاومة هني تكون كبيرة. فإذا كانت المقاومة كبيرة في دائرة التوالي معناته أنا استخدمت هذه العلاقة، معناته القدرة تكون كبيرة، أي أن السخونة تكون أيضا أعلى.
فالإجابة النموذجية بتكون لهاي الحل إن المقاومة الأكبر وهي مقدارها كم؟ نروح ندور أي مقدار المقاومة الأكبر. بكل تأكيد عزيز الطالب بتكون 12، لأن هني 3 وهني 4، من أكبرهم بتكون قيمتها 12. ما تأخذ التوصيل اللي هي طريقة التوصيل، إحنا أخذنا الجزء الثاني اللي بيكون شنو على التوالي، لكن قيم المقاومات ما تغير. أخذنا هاي المقاومات ووصلناهم على التوالي. إنزين، وبكل بساطة بتكون اللي هي بتكون القدرة أكبر، واللي هي المفتاح اللي هي المقاومة رقم 2. وبكذي عزيز الطالب انهينا درسنا لليوم. أتمنى أنكم اللي هو استفدتوا من اللي هو الدرس. نلقاكم إن شاء الله مرة أخرى. شكراً.